مقتلي حامد بن محمد بن ركاض العامري يحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات الرئاسي يحتل المركز الثالث لمحمد بن يوسف بن احمد الحمادي في المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع وصل الان الكهرب تعود ملكيته لصافي بن زيد بن مرزوق الشمري يتواجد على رابع المراكز. والمركز الخامس انتقل مباشره الى نجد لسلطان بن عبد الله بن ضاحي البوعميم يحتل المركز الخامس. هذا هو نجد امامكم مشاهدينا الاعزاء في المركز الخامس. بينما المركز السادس وصل الرمح تعود ملكيته لبطي بن سيف المزروعي يحتل المركز السادس والمركز السابع. بينما المركز السابع هذه مشاهدي الاعزاء لحظات وصول عالي محمد بن يابر بن هياي المنصوري سابعا ثامن المراكز وصولا من قبل هملول سلطان بن علي بن سلطان المنصوري. والمركز التاسع شعار بالعود يقدم لنا زاخر مع مبارك بن حمد بالعود العامري. والمركز العاشر هذا هو اللي امامكم صريح لسهيل بن محمد بن جبر المهيري يحتل المركز العاشر. هكذا ايها الحمل الكريم مشاهدينا الاعزاء انطلاقتي هذا الشوط الخاص بالجعدان المحليات الاصايل حيث تسير مهمة بحث عن ناموس مميز مفقود في ميدان السباق. ولكن عودة أعود إلى البداية أيها الحفل الكريم وإلى المراكز الأولية حيث يتقدم الشامي حامد بن محمد بن ركاض العامري إلى مقدمة الشوط وإلى المراكز الأولية. بينما هناك الرحال عندك يا شعار النادر عمر بن عبد الله بن نومة الكتبي يحتل المركز الثاني. بينما المركز الثالث الرئاسي لمحمد بن يوسف بن أحمد الحمادي يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع تقدم في هذه اللحظات هملول للسلطان بن علي بن سلطان المنصوري في المركز الرابع. والمركز الخامس اشوف المركز الخامس حامل تحديات الكهرب لصافي بن زيد بن مرزوق الشمري يحتل الان المركز الخامس. المركز السادس ايها الحفل الكريم تقدم علي محمد بن يابر بن هياي المنصوري وسابع المراكز. وصلنا وين؟ الى زاخر حمد بن مطر بالعود العامري يحتل المركز السابع الآن. بينما المركز الثامن المركز الثامن الرمح لبطي بن سيف المزروعي يحتل المركز الثامن. مشاهدينا الكرام تاسع المراكز نشوف المركز الله هذا اللي وصل الان نجد سلطان بن عبد الله بن ضاحي البوعميم العميمي يحتل المركز التاسع. والمركز العاشر بن جبر يقدم صريح سهيل بن محمد بن جبر المهيري مقدما لنا صريح في هذه الانطلاقه وهذا اللقاء اكيد بلا شك. الله يا احلى الصراحه كن صريح دائما في كل تعاملك المميز والجميل والصراحه راحه. عوده الى البدايه والمركز الاول تغيير من قبل حمل رقم واحد الى المركز الاول هملول يتقدم سلطان بن علي بن سلطان المنصوري يحمل رقم واحد عينه على الرقم واحد وهو الان في المركز الرقم واحد. بينما المركز الثاني هذا هو الكهرب لصافي بن زيد بن مرزوق الشمري يتواجد على المركز الثاني والا المركز الثالث. المركز الثالث الرمح او الشامي حامد بن محمد بن ركاض العامري في المركز الثالث. كذلك منافسات اداء جميل ومتابعه جميله من الاخوه الملاك او المضمرين. بينما المركز الرابع الله هذا هو الرمح قادم بطيء بن سيف السبوسي يتواجد او المزروعي يتواجد على المركز الرابع مشاهدين الاعزاء. بينما المركز الخامس زاخر حمد بن مطر بالعود العامري واصل يقدم لنا زاخر دار المفاخر. بينما المركز السادس وصل بن هياي المنصوري يقدم لنا عالي صاحب انجاز على ارضيه هذا الميدان. خذوا حذركم من هذا حامل رقم 11 محمد بن يابر بن هياي المنصوري له سجل حافل
بالنواميس في ميدان المرموم، بينما هناك يا سلام تصريح واصل، تصريح او صريح للسيل بن محمد بن جبر المهيري في المركز السابع، المركز الثامن من الجانب الاخر نجد تعود ملكيته لسلطان بن عبد الله العميمي في المركز الثامن، المركز التاسع بن مفتاح الشامسي يقدم لنا مكرم مبارك بن راشد بن مفتاح الشامسي، وبن حبوه قادم محمد بن راشد بن حبوه الحميري يقدم لنا زعفران في هذه اللحظات الى المركز الخامس في او المركز العاشر. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للاسماء الاولى المتقدمه، لكن نعود الى زاخر، نعود الى زاخر بعد هذا التغيير، بعد هذا التغيير اللي طرى وجرى، يبغون لهم تحيه وسلام مشاهدينا الكرام في انطلاقات هذا الصباح. الله سلام عيناوي، سلام عيناوي جميل في انطلاقات هذا اليوم. زاخر 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 الى المركز الاول، زاخر في الناموس مشاهدينا الاعزاء، ولكن شوف يعود هملول، يعود هملول، يعود هملول الى المركز الاول، هملول 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 سلطان بن علي المنصوري، ولكن وصل الكهرب، وصل الكهرب، الكهرب ولا الكهرب عموما على كل حال، لكن هناك اسم جديد قادم، هذا هو المفتي مبارك بن حميد بن دويس الشامسي. الله يا المفتي، المفتي قادم بدون اي تعليمات، بدون اي توجيهات، هذا اللي امامكم سابق قبل اسبوعين، هذا هو المفتي ما شاء الله تبارك الله، ولكن افتى المفتي، افتى المفتي بدون اي تعليمات. سلام زاخر سلام، سلام زاخر سلام، بينما هناك يحاول صريح صريح السهيل بن محمد بن جبر المهيري، ولكن راح المفتي بالناموسة، راح بالدويسة مبارك بن حميد بالدويسة الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، هذا هو المفتي، المفتي اذا يذهب بالتحية والناموس لهالي زاخر، سلام وتحية لهالي زاخر، واسعد الله صباحكم وكذلك هالي ميدان سيح صبره بورصة الميادين، يتقدم في الاداء والنتيجة والناموس، ومشكور يا سيف يا بن حميد يا بالدويس يا الشامسي على الفوز والانتصار، سلوم زاخر سلام على الفوز والناموس والانتصار. المركز الثاني صريح للسيل بن محمد بن جبر، المركز الثالث صافي بن زيد بن مرزوق الشمري، المركز الرابع عندك يا ابو عميم وصل نجد لسلطان بن عبد الله بن ضاحي ابو عميم، والمركز الخامس هملول سلطان بن علي بن سلطان المنصوري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للاسماء المتقدمه، للاسماء الحاضره، للاسماء المتنافسه في انطلاقات هذا اليوم، ونشوف المركز الاول. عوده للتوقيت ما شاء الله تبارك الله. المفتي اذا مشاهدينا الاعزاء يتجاوز الجميع مع خط النهايه، ينطلق الى المركز الاول، توقيته الزمني 9 دقائق 14 ثانيه، خمس اجزاء من الثانيه في هذه اللحظات. المفتي المبارك بن حميد بن دويس الشامسي، تهانينا والناموس واسعد الله صباحك يا ابو حميد على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني صريح 9 دقائق 20 ثانيه جزئين من الثانيه، سهيل بن محمد بن جبر المهيري يحتل المركز الثاني، يقدم هذا العرض المميز والجميل. اما المركز الثالث فكان نجد تعود ملكيته مشاهدينا الكرام لسلطان بن عبد الله بن ضاحي العميمي، 9 دقائق 20 ثانيه، خمس اجزاء من الثاني، تهانينا والناموس للجميع في هذه المنافسات الصباحيه. هكذا كانت النتيجه، هكذا كان القرار والاداء لمستوى الشوط الذي مر مشاهدينا الكرام من خلال الانطلاقات والتواصل والتحدي والمنافسه. نرحب بكل الاخوه الحاضرين في ميدان السباق، نرحب كذلك بالمتابعين امام شاشه دبي ريسنج في انطلاقات صباحنا المميز الجميل والراقي، والذي نبحث دائما عن تحدياته في كل الأماكن مع 6 كيلومترات.